الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إنجاب ولد مختون في المنام. إذا رأت المرأة الحامل أنها تنجب ولد مختون في المنام يدل ذلك على إنجاب مولود ذكر، والله أعلم. كذلك تكون إشارة على إنجاب مولود يتحلى بالصلاح والأخلاق الطيبة في المستقبل، والله أعلم. رؤية المرأة المطلقة أنها تنجب طفلا مختون في المنام يدل ذلك على أمور جديدة طيبة، كما يدل ذلك للمرأة المتزوجة على الخيرات والأفراح الكثيرة التي تعيشها. إذا رأى الحالم ختان ابنته في المنام يدل ذلك أن الابن سوف تبلغ وتأتيها الدورة الشهرية، والله أعلم. يدل ختان الابن في المنام على اقتراب زواجها من شخص صالح، والله أعلم. رؤية ختان الابن في المنام يدل على التربية الصالحة للابنة. أشار علماء التفسير أن رفض الختان في المنام يدل على ترك الفرائض والعبادات، والله أعلم. عندما يرى الرجل المتزوج أنه يرفض الختان في المنام يدل ذلك على تركه للفرائض والعبادات. رؤية الشاب الأعزب أنه قد يدل على استمراره في ارتكاب الذنوب والمعاصي. عندما ترى المرأة المتزوجة ترفض الختان في المنام يدل على استكمال الزوج لبعض الأمور الخاطئة في حياته. إذا رأت المرأة الحامل أنها تخاف من الختان في المنام يدل ذلك على رغبتها في الصلاح، ولكنها تخشى العواقب وراء ذلك، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.